مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي بتبدأ برفقتكم مشاهدينا بهاللحظات. بداية حلقتنا مع صف جديد للرياضة مع مارسيلينو يلي ما كان راضي عن أداء الطلاب. صباحو صحتين. ما حدش قال لك امبارح انهم مدوا الساعة بتاعت الرياضة لنسيم عشان يعمل لنا رياضة؟ أنا شفت نسيم إنه قالوا له يعطي ساعة رياضة محلي. وهو قلدني. يا ريته قلدك. يا ريته قلدك. لو كان قلدك كنا عملنا معاه رياضة، أنت ما شفتش عمل فيه إيه ده؟ عامل كده. جاب لهم كرام. عامل ستريتشنج وعامل يوجا وعامل طلع كل الكبت اللي جوه. وبالغلط كمان. طيب يلا. نسيم بعرف تعبان وبعرف هيك خصوصي. لا مش حلعب لا. ايه مش حتلعب بس بدك تركض وراي بهيدا اليوم بس لتعلم ما تقلدني بس ما اكون موجود. اذا مفتكر ما شفتك امبارح كثير غلطان. نجيب فرجيك كيف كان عم يعمل كيف كان عم يعمل بالضمك. بدي اعتذر منك اليوم بدي اقول لك انك مضطر اليوم حاملها خصوصي من البيت على ظهري كرمالي. كرمال لانك امبارح ما قلدني. مش رح العب والله. هيدا خبري. بس ما صدق كيف لا سوري. اصلا بدي اطلع انا اذا فيك. ما فيك كمان شو جد شو بعد ما اعطيتك اذن اصلا ما تعمل سبور كان بدي ايه ليه شو بيك ليه مريض ما بعرف شو ممكن هوا او شو امبارح بعد ما طلعنا من هون قعدت على الليفينج كثير بارد يلا نسيم بدك تعمل معنا قد ما بتقدر لا 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 اذا انت ما عملته مروان ما بيعملوا هيدي ساخنه وعباس ظهره بيوجعه ورافائيل اجره عم بيوجعه ما كان معه وجع اجره انا اكثر شخص بيعمل دائما سبور بعمل توب حرام نسيم عم بيركض بنزينه ليش بتطف معه انت كمان ولا بتطف معه؟ بلا طب مثل ما بيطب نسيم هلا جامب جامب طب طب ما بعرف إذا ستريس هالقد مأثر عليكم لأنه صرت على الآخر بس لألكم شغلة عن جد قدامري علي دائلي معلم سبور بحياتي ما مر علي ناس كسلانين هالقد بحياتي ما شايف ناس هيك يعني مش معقول عم بيعمل بوش أب هوني هيك كف دبدبة لهون عمل معي مين هالناس بتحكي بحياتي ما ماري علي هيك بخلص بقوم هيك في خمسة بالصف فيك تعمل أي شيء أي شيء بتشوف فيك تشوف حدا تاني يعني في عم شوفكم كلكم ايه رافائيل كيفو عملهم كلهم ورا بعضهم انا ما بدافع عن حدا انا ام فيري اوبجكتيف وفيري ستريكت بهذا الموضوع هايدي عملتهم كمان وقف هونيك بالاخر هوني هيك بوش اب تبعها وانا الدفاع انه يعمل شيء من قلبك يا ما تعمله انا محلك او محله او محله اذا ما عبالي اعمل سبور ان شاء الله بدهم يخسروني 100 دقيقه التليفون ما بعمل لان لحقته بدي اعملها من قلبي مش لانه قصاص بدي اتقصص بعملها لو شو بدهم يطلعوني هي الجمعه من الاكاديمي وما بدي اعملها ما بعملها ما بدي اعمل سبور مريض عندي مشكله ما بدي اعمل سبور وشو ما بدهم يعملوا فيي اوكي جايز بقى بفهم والله انه ستريس بيعبي فيكم بتصيروا بدكم شيء بس براسكم كل الوقت عم بيشتغل على شو بدكم تعملوا شو بدكم تقدموا كيف بدكم تضاينوا كيف بفهم هيدا مصيركم انتم ما انكم فاهمين
انه كل ما تعرق وكل ما تشيلوا ستريس من حالكم، كل ما تقسوا جسديا على حالكم، كل ما يطلع ستريس اللي عم بعبي فيكم. بس انتم ما عم تعملوا هيك، ما عم تساعدوني. فينا نرجع نبلش بليز؟ يلا من اول الجري. كدي والله. يلا ريدي؟ يلا عمل حالك بوش اب. بوش اب زاد، بوش اب زاد. يلا ليتس دو ات. توب. يعطيكم العافية. بليز كونوا هيك دايما. بلا نشرة أخبار بالأول. نتوقف مع أول بريك وبنرجع نحن وياكم، خليكم معنا. منتابع أخبارنا وبذكركم بالمشاركة بمسابقة سي بي سي الأسبوعية لتربحوا سفرة على بيروت لمشاهدة البرايم ولقاء الطلاب. التفاصيل مشاهدينا عبر www.cbc-eg.com. استاذ الماركة الشخصية ميلاد حتشيتي زار الطلاب والجلسة كانت حول القيم والمعايير الفنية. كثير حلو الطقس اليوم. ايه شكرا حاد. يلا هاي حنا ينفع مروان كيفك؟ ماشي الحال جود. انت كيفك؟ ماشي الحال تمام جود. يلا طيب اليوم بدي احكي عن موضوع كثير مهم لكم بحصه الماركه الشخصيه. هو موضوع القيم او الفاليوز. كل انسان منا بيشتغل بمجموعه قيم، عنده فاليوز، عنده قيم معينه. يعني مثلا بيقول انا في عندي اول شيء في عندي معايير، في عندي قيم. حدا منكم بيعرف شو الفرق بين المعايير وبين القيم؟ شو الفرق بين الستاندردز المعايير وبين القيم؟ شو هي القيم اول شيء؟ شو هن الفاليوز؟ يعني القيم مثلا حاجات يعني مثلا تربينا عليها زي الاخلاق، زي الصفات، حاجات مفروض علينا يعني. خليني اقول مثلا الفن، العائله، الفن، العائله، الصحه، الاصدقاء، وخليني اقول الراحة. الراحة الشخصية. اوكي؟ طيب خلينا نبلش مع محمد، رتب لي اياهم الفن، رتب لأي واحد 2 3 4 5 أولويات يعني. بأولوياتك. الأولين صحة. أول شيء الصحة، يعني 1 صحة، إيه؟ 2 العيلة. والراحة الشخصية. 3، أوكي. الفن. أوكي. أصدقاء. اوكي. اول حاجه العيله. العيله. اوكي. وبعدين الاصدقاء. اوكي. الراحه الشخصيه. الفن. الصحه. مروان. العائله. العائله. الفن. الصحه. الراحه الشخصيه. اصدقاء. رافائيل. العائلة. الأصدقاء. الصحة والراحة الشخصية. الفن. العائلة. أوكي. الراحة الشخصية. أوكي. الفن. الصحة. الأصدقاء. نسيم. العائلة. أوكي. الصحة. أوكي. أصدقاء.
الراحة النفسية الفن. اوكي. خليني اقول لكم عن اربع ادوار عادة نحن بنلعبهم. اول دور هو دور الطفل. ثاني دور هو دور الضحية. ثالث دور هو دور الدبلوماسي. رابع دور هو دور الطاغي. غالباً ما نحن بنبرم بواحد من هول الأربعة بخلال حياتنا اليومية. لما بصير بعطي مبررات لشي اللي صار معي، ما أنا بتعرف ليش ما غنيت منيح بالبرايم، ما كان بطني عم يوجعني، وقبل بيوم ما كنت نايم وحسيت حالي معصب ونسيب قال لي كلمتين زعجوني أوكي؟ بصير بعطي مبررات لشي اللي أنا عشته، لحتى أنا شو أوصل أندور. ما أنا بتعرف شو صاير معي؟ ما أنت لو بتعرف شو صاير معي كنت بتقل، كنت أوكي؟ تالت دور اللي هو الدور الدبلوماسي يلي نحن كمان منعيشه بغالبية الأوقات، لأنه نحن منميل، وهيدا الدور كتير ضروري نعيشه وإلا ما بيضل لنا صاحب. يعني إذا بدنا نقول الأشياء مثل ما هي دايماً بدون شوية دبلوماسية، أنه هلأ أنا مثلاً قعدت ولا رفايل ما أنا عجبتني، بس أنه ما رح قل له ما بعمل علي قصة، مرق له إياها. بس إذا أنا اليوم بدي يكون حقيقي مع حالي أنه أنا اليوم أستاذ عم بعطي حصة وهو قاعد هيدا بهيدا الشكل، بصير بقول أنه لا هيدا ما أنه محترمني. مزبوط؟ لا ما قصدي خليك. لا ما قصدك. بعد حرامية بعد قل لي ما قصدك. هو لو بده صفته في يقول هلا باخر هالساعه قبل ما يروح او خمس دقائق هلا قاعد عم يقول لي قصه وخبريه ويعمل لي صح. انا في انا زلمه ما في احسرح مني صح. انت بالحياه بتقول رايك بالناس مثل ما لازم تقوله مثلك؟ مأكد انت 100%؟ ولا ما بعرف حياتي بس اظهر انا كنت هيك. ولا مره بتجامل؟ اذا اليوم مثلا صاحبك تاخر عليك نص ساعه انت بينك وبين حالك بتقول بعقلك مثلا شيء، بس يجي بتقول له نفس الراي اللي كنت عم تقوله بعقلك؟ بقوله ما حيزعل مني، حيزعل معي نص ساعه اللي اخرته، حيزعل منه نص ساعه وحيزعل مني نص ساعه. جريت. اذا انت هيك بتعتقد، بس فكر كم مره بتفكر بحالك بشيء بدك تقوله ترجع بتقول لا هيدي الكلمه انا ما في داعي اقول اياها لمروان، رح اقول له اياها بس بهيدي الطريقه. هيدا اللي قصدته. بشوفكم الجمعه الجايه، بس بتمنى تفكروا بهول الامور لانه اليوم اللي حكيناهم هول كثير مهمين لبكره تقرروا انتم اي دور بدكم تلعبوه اجتماعيا او اي دور بدكم اي قيم بدكم اياها بفنكم، شو بدكم تقولوا وشو ما بدكم تقولوا عن حالكم. كمان مره رح نتوقف مع بريك وبنرجع نحن وياكم. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. بصف كارلا رميا تحولوا الطلاب لنجوم مشهورين عم بيقدموا حفلة فنية. صباح الخير كارلا. يا هلا. صباح. نحن ثلاثة باللبنان. نحن أربعة أصلاً بس أعطيتك اثنين بس. أنا كملك اثنين. ماشي الحال؟ ماشي. جايبة للشباب قلبي وشو بدي أقول له؟ أجمل نساء الدنيا. لا جاب حد أجمل الموضوع. والوردي جميل. ثانك يو. لا شو يعني ما فيك تغني؟ لا بلا شو مين؟ اوكي صبايا بحلم بيك مقسومه نصين وكيفك انت. كل واحد منكم هلا بده ينقي غنيه، وهالغنيه بده يعتبر يعني انا بده يمرق عندي ست باساج. كل واحد منكم هو الكونسير له، وهي اغنيه الافتتاح تبع الكونسير. كيف بيجي، كيف الاتيتود، واذا بده يحكي كلمه شو بيحكي. اوكي رح اقول لكم انا مثلا اذا انا تنقول ما بعرف حطوا لي كيفك انت.
هلا بتشوف وين هي الفكره. هي وقت انا بيكون عندي كونسير شباب صبايا، كيف تكون بريزنتابل يعني. البريزنس تبعي كثير مهمه. رح خلي الستاند لانه اغلبيه الكونسرتس بيكونوا حافظين البارول، ما هيك؟ ما هو الاغاني المفروض تكونوا حافظين. اوكي بيكون يعني اغلبيه الوقت بالكونسير بده يكون في ستاند او شيء يلقط الميكرو تا انا اكون مرتاحه. فيني بقلب الكونسيرت اني شيل الميكرو باغاني بحس فيها لازم يكون تفاعل اكثر، لازم يكون حركه، مش يعني ما بتحرك بس الاتيتود تبعي. رافائيل هيدي بس بدي اياكي تسمعيني. الاتيتود تبعي كثير بدها تكون اتيتود رسميه، يعني اتيتود فيها كثير احترام، فيها كثير يعني بدي يكون بريزنتابل، يعني بدي يكون لائقه للناس اللي عم بيشوفوني والموجودين، خصوصا بيكون اذا بمسرح كبير بده يكون في عدد كثير كبير، غير اذا مصور ورح يرجع ينعرض. حدا بده يغني؟ نسيم شباب، نسيم هذا النسيم بيكون عجل. يلا 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 بسرعه بليز شباب. نسيم قوم يلا قوم. لحظه بس شو بدك غنية؟ الورد جميل. الورد جميل؟ اه بس ترد طارق. أول حفلة شو وصير الفجر يعني؟ راح الصوت. تنقول ليك شوف ورا ال عيني تي في دي بلاير. عيني يبني أول كنصير لك كله. لا لحظة بس بما أنه صار هالشي اسمعوا منيح، ممكن يصير معنا بروبلم بالصوت أو شيء وقف، نحن ما منتأثر، بكل بسمة بكل هضامة فيني كفة. مثلا بيسوى يمرق قدامي ناس مثل ما مرق هلأ رافائيل، إذا انتبهتوا أنا مرق عباس هذيك ساعة ما طلعت فيه ولا كأنه صار شيء ولا كأنه حدا مرق. يلا حنان بسرعة فوت على الكوليس. طلع على الكوليس بالمطار. رافائيل ما بدك تجرب؟ بقاش كونسير بكرة بحب أحضر يوم لايف. فإذا أول كونسرت تعمله بتعزمنا عليه بكون قاعدة بأول بالصف الأمامي. عايز أقول رعاية مارسيبيوس. سكت الدرج. لا رجع اطلعي. برافو حنان، ضبط الميكرو في اللي برافو. برافو حنان، برافو حنان. أميلانس بيز. يلا. أوكي ضبطي، برافو حنان، هيدي شغلة مهمة عملتيها. برافو حنان. ما تحط بلاي ميوزك. شوف فن غنيتها. اه هيدي ميرسي. ها؟ يلا ايه. يلا. شيل عدل يا طيب. يا رافائيل ولو شرفك جدية. مش معقول يرجع الكونسير. معقول يرجع الكونسير. رجع يا حبيبي. شيل عدك. خلص عن جد خليك جد. يا رب تقدم. أحسن ما أزعل منك. شو تزعل أنت زعلك غالي علي. يلا. لا مش مهم اوكي بس انت بحفله كثير كان بغيت نشكر كاع اللي جاوا اليوم هاي تبع اي شاهدوني وبغي نقول لكم كنحماق عليكم كنبغيكم بزاف وان شاء الله ديما ان شاء الله نقدم لكم الحاجه اللي تعجبكم وكنحماق عليكم. دائما المغني بده يحكي ب ب ب يعني بطريقه ايه يعني مثلا هو حكيت مغربي كانه هي بالمغرب اليوم عم تعطي حفله برافو بس بده يكون الـ 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 يعني كثير انا واضحه واضح حكي وحكي عرواح عرواح. على فكره بدي اقول شغله بكونسير بدايه كونسير هلا اكيد انتم بعدين رح تعرفوا كيف بركب برنامج الكونسير كثير مهمه ما فيني فوت بغنيه كسر الارض وطوليعة ورقص يعني بده يكون تصاعد البرنامج يعني بده يكون مبلش يا عمي خليني كفي اذا كونسير تفضل بدي تقول انا عند الريبرتوار تبعي
فيني بلش فيه بشكل تصاعدي، يعني بلش بالأغاني يعني كيف مثلا مقسومة نصين، كيف كيفك أنت الجو تبعها، وبعدين بعدين بلش يطلع المستوى شوي 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 شوي، طب الآخر يكون الأبوجي، يعني أبوجي يعني قمة الكونسير، كيف قدي القصص اللي بتخلي الناس يكون أول شيء العالم كمان مركزين أكتر من بالآخر. بلا مسكة الميكرو، مسكة الميكرو أنه أنت خيفان. شبي هيدي تبع الفنانين دايما، مش مشكلة بس لازم تكون عاملها جوا. أول صوت بدي تركيزك، ما بدي هضامتك هلا. هلا مش تركيز هضامتي، لا بدي تركيزك. قلبي وشو بدي قلو، غني تعبان وشو بعملو، ما عندي دواء، انت اللي كنت فيه بعد كيف بداوي صوت محس حالة ما مش فاي بمودي، يلا عم يغني ردي له الروح. قلبي شو بدي قلو تعبان اش بعمل، يا تحكي صداها مرافق وصوت اللي بعده حالي، اشتاق اللي دايماً تنزل الحياة. بدناش بنت تفرجوا عليك. ليه ما حدا بيعرف، خلص هلا مدام ما حدا بيعرف. أربع شباب وبنت، انتوا اهتموا بأموركم وظبطوا شغلكم وما تتدخلوا توجعوا راسكم بقصص مش عارف. طب باي اكتبوا لي على حالكم، ونسيم عايز تاخد هدية على حالكم بين الأربع شباب. يلا باي. آخر بريك مشاهدينا بحلقتنا نحن وياكم، وبنرجع منتابع، خليكم معنا. منتابع أخبار الطلاب مع سهرة السوشيال ميديا نايت. الطلاب تواصلوا مع الجمهور عبر تويتر. أنا ما بكذب حياتي، ما بكذب بس اللي قلت الأولى هو أنه أجدي أمايتو ما بكذب. والأول هاجر اتش ام ديدا، مبروك علينا انتي، انا بشكر ستار اكاديمي لانه خلاني اتعرف عليكي. واو. انا بموت فيكي وابدعتي باغنيه الاماكن، ميرسي هاجر. أغاني مغربية ديدا بالتوفيق في الإيفال، بليز بغيتك تخدمي أغاني مغربية بالأكاديمي. حيث من يوم مشى إيهاب ما سمعنا مغربي، وغني لي هاني يا لمشيتي مراد سد الباب، يمتي ولحيتي غادي تدق العذاب، وهاني يا لمشيتي مراد سد الباب، يمتي ولحيتي غادي تدق العذاب، بتهددني بكلامك أنا نسيت غرامك، يا أخر خطواتك وسر الله معاك، عيل أحلى إيهاب في الدنيا. مروان وهايدي في أشياء كتير مشتركة بيناتكم، الصوت الإحساس الجمال والعناد. المغرب معاكم للأخير. ميرسي. ديالا علي، الميرو بتاعنا فاضل على الحلم خطوة، شو وتقف جنب هايدي في الفاينل، ركزوا أنتوا الاثنين عايزين إيفالات روعة، غني إن شاء الله بإذن الله. ميرسي. إن شاء الله خير. وردي جميل جميل الورد، الوردي جميل جميل الورد، الوردي جميل ولوه أوراق عليها دليل من الأشواق. Thank you. راما الطوبي، محمد شد حيلك يا محترم، كل الفانز السعودي وفانز علي بيحبك ويحترمك، عايزينك فاينل، وخلي خد بالك من هايدي غني للسعودية. ايه اخر حاجة ايه؟ خد بالك من هايدي وغني للسعودية. غني لها، غني شيء، غني شيء لعلي. قولي. انا عايز اربطك، معلش انا محمد شد حيلك يا محترم، كل الفانز السعودي وفانز علي بيحبك ويحترمك، عايزينك فاينل، خد بالك من هايدي. قولي حاجة للسعودية بقى.
سارة عباس، انت ورافي احلى اصحاب واحلى صداقه في تاريخ ستار اكاديمي. ربنا يخليكم مع بعض، وغنوا شيء لإيهاب، كنتم اجدع صحاب. ميرسي سارة. نغني على حد شو ما نغني له إيهاب شو كان يحب. وما الحبيبي مالو، قولوا لي وش جرالو، البارح كان مغيني واليوم تغير حالو، كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول، لازم شي حد في باله والله عليك العالم. يا ولدي حرام عليك، جديني بلا سبب والعشرة انت علي وجرحتي المحبة، والله حرام عليك ضيعت معاك زماني، نسيت اللي كان بغيك ومشيت للبراني. برافو برافو حلو حلو عن سمايا، ده حبيبي من النهاية، قلت له وعدته والله ما نسيت. حلو حلو عن سمايا، ده حبيبي فيه وعدته يلا عوضه. ايه كل ما تحكوها عنا، كل ما حبها زيادة، يعني روحوا العب العب مني استفادة. حلو حلو عن سمايا، ده حبيبي من النهاية، مهما قلوا يا بعد وحدة. أكيد حنان وحش الجبور. أنت ظاهرة ستار أكاديمي. أنا ظاهرة باتريسيا. تحية لباتريسيا هاشم وكل الصحافة اللبنانية. أنت ظاهرة ستار أكاديمي وشو؟ ابتسامتها المطلقة. ابتسامتها مطلقة هذا الموسم، ركز على هالإيفال واشتغلوا بجدية، مفهوم؟ مفهوم يا أحلى باتريسيا بالدنيا، ثانك يو على كل شيء عم تعمليه. ليلى مين؟ صاحبتك؟ اه بيست فريندز ليلى شبل، تحية ليلى شبل. نسومي توحشتك وفخورين بيك، كلنا نستناو فيك للفينال، انت اكثر شخص تستحق اللقب، نحبك وغني لي كما قبل ليلو يا ليلى. ليلوش عملت تويتر الليلو يا ليلى يعاتبني ترى ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحيو نسائمه ندوش. رافائيل حنان نسيم بحبك بس ما تعصب رافي، وتحكي حكي طالع نازل وتسمع حكي ما لازم ينقال، الناس بتفهم غلط، خليك حبوب لنضل نحبك. عرفت كيف؟ الا ما حدا يجي يفرك لك رقبتك على تويتر ما بتفهم. بس برر موقفك لشوف. بس جايز يعني نحن بنمزح يا جماعه، بنمزح بس في كمان اشياء بتنقال من الاشخاص، ممكن انا برد هيك بس. نسيم حبيبي بس بدون شغله، خليك قاعد خليك قاعد. نسيم من الاشخاص هون هون، نسيم من الاشخاص اللي ما بينزعل منه، وهيدا خينا صغير وشو ما يعمل يعني حلوين منه وننبسط فيه، وانا بحبه كثير شو ما يحكي. يمكن بيعصبني بلحظتها، بيعصب الكل، ايام بيعصب عباس، ايام ما بيعصب مين ما كان، بس نحن بنحبه مثل ما هو، اذا بيتغير حيكون ابشع. سئيل سئيل حبيبي. لميا حنان كان حماقوا عليك، حتى حنا وبغينا اللقب للمغرب، ما بقيش تعصب رافائيل. ابن المغرب راه ابن المغرب، غنوا لي انا كل ملكك. يلا على انا كل ملكك، انا كل حاجة حبيبي فيا. اه بتغني انت؟ طيب بتنادي. انا مش بحبك، الحب كلمة قليلة.
بالنسبة لي أنا 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 مولع برفايلي حنونية خضراوية حنان حتى الآن حبت صوتك بأغنية أويلي أويلي وغنيها لجمهورك الضخم معاد بكل مكان ما رح نتخلى عن نتشمل قطر ميرسي يا أهل قطر قبل ما ودعكم بدي اذكركم باسماء الرابحين بمسابقه سي بي سي لهالاسبوع يلي هن كارين كميل وساره محمد رح نشوفكم قريبا ببيروت وان شاء الله تنبسطوا بالبرايم وختام حلقتنا لليله مشاهدينا ما تنسوا تصوتوا لنسيم ورافائيل هن متكلين على تصويتكم وانا بلاقيكم بكره بحلقه جديده باي باي شمال